بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى. ولا ليال والدرس جيني أفراد أو كمد أه دروستي تحنها هيد كتاب كيني أينو سودني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. درسي سدحاد وحاينو كل حشرني دعوينك أما أذكارت الأخريو صلاة مركا لحدك الدب أما أدعية الاستفتاح وحاينو سوغرني دعادي سدحاد اللباد و اينو نري نبي صلى الله عليه وسلم دعوينك كسغنا اي كمتها دعادنا وحي هيد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين دعاس او ادو ديريد اينو سو تلماني دعاء النبي صلوات ربي وسلامه عليه وحو اخرين جري اي شيخ ليهي وكان يقوله في الفرض والنفل دعاء وحو اخرين جري او استفتاح يا فرفرش اي او اهيد صلاهها فرض كاه يا صلاهها سنها لبدبا لكن سيده الراجح اي وحو النبي صلى الله عليه وسلم انه بدنا صلاه السنها انه بدنا مثله دون قوله وحاو سيدو كلا النبي صلى الله عليه وسلم أخرين شري إساقو أو آن كدرين مركا إن أنت ربي وأنا عبدك إساقو آن لفظيقا كدرين أيو دعا ذا وجهت وجهي إلى دمات كيدو أو أستغفرك وأتوب إليك وأخرين شري years for Asana black in the parking lot go check please okay number Toyota Toyota just yeah red good years okay there is a Toyota block in the parking please right one yeah right if you can move it inshallah wayah wuxuu oran jiray nabi sallallahu alayhi wasallam أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره إلى أنت دم أنت أيو مركا كري بشري ويزيد وحوك لو كدري شري اللهم أنت الملك إلهي وأدق أي بقرة لا إله إلا أنت إله حق لك عابدا مجر أدق موية سبحانك ربي وحمان أوردن أدق أي كهوفا أو آن لقوقور وبحمدك إلهي وأدق مهدسن لفظك سبحانك وحوي إلهي سبحانه وتعالى آيات حمان أوردن كهوفيسا غلوريفاين آيات كسمينيسا ربي سبحانه وتعالى وحن أوردن إنان أقل من باطل ماميسا ذكرك أفراد وحوي مثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين إن وقفك سوى قارسي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين دو ذاتنا هل كقدر لها اللهم أنت الملك دعا دي ريد عين سوى شاقني ويدا هذو اللهم اهدني لأحسن الأخلاق إله يوئيه هنوني أخلاق تيدا وقونا أكسن لا يهدي وأحسن الأعمال إي عمل كيس وقونا أكسن لا يهدي لأحسنها إلا أنت عملك يا أخلاق ذا كو ذا أقوى ناكسا إلهي وأدق موي عدك لكم هنونين كرتضتك وقني سيء الأخلاق والأعمال إلهي وإلالي عملك حن يا أخلاق ذا حن لا يقي سيئها إلا أنت عملك حن يا أخلاق ذا حن أدق موي عدك لأودتك كإلالين كرام مجرو ذكرك الشناد النبي صلى الله عليه وسلم كسوغن وحويه انه اورن جيراي مركا تكبيره الاحرام الله اكبر يداهدو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وحورن جيراي سبحانك حمان اورن الله اداك فن اللهم الله يو وبحمدك الله يو كما هديي وتبارك اسمك
إلهي وحا سري أو شرفنا ذي مقعاق وتعالى جدك شرفت هذا أيا سريسي ولا إله غيرك إله أنا ذي أهين إلهي ومجره. وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحا أويري إن أحب الكلام إلى الله هذلك إلهي سبحانه وتعالى أوجتش عليهي أن يقول العبد وإن أدونك إلهه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إن أرنتن عبد الله بن مسعود أي موقوف أوكيه أي علماء تلمامان وحديث كني حديث مكة موصول أه ورسولك صلى الله عليه وسلم لا تيري ما هي وقول أما هذا الموقوف كواه عبد الله بن مسعود مثله ويزيد في صلاة الليل سيدوك لإنتا سبحانك اللهم وبحمدك إنتو سواء أخريو أيو حوكو كردنكرا صلاة الليل كمرك أوتو كنيو إنو يلاهدو لا إله إلا الله ثلاثا سدح قرب أرانيا لا إله إلا الله الله أكبر كبيرانا سدح قرب أرانيا ها لبدا الذكري أيو مركا كدريا أذكار تندم بي انت بدن صلاة الليلك أي أبدايهن دعاة تدباد وحوي قفكين إلى هذا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وذكر قائن النقان أيام العيد كالآخرية أي قفك أخرين يا مركة تكبيرة الإحرام وحرد مركة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا إلهي با وين وين آدوين والحمد لله كثيرا إلهي با إن بذن أو بذن مهتسا وسبحان الله إلهي با حمان أو دنكدير بكرة وأصيلا قلن هرأي قلن دنببا استفتح به رجل نن أيا كفر فرتي سلاديس من الصحابة صحابة كمدة نبي صلى الله عليه وسلم أو مقليا أي أنك أسيوحو أخريي ذكري أن أيو أخريي تكبيرتي بوحدي وحيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال صلى الله عليه وسلم دبدا النبي وحيدي فتحت لها أبواب السماء وحالو فري ذكري أن وقفكني أخريي صحابي الباب ذي سمد أوردن marka waxay ku tusinaysa dhikrigan sahabigan uu ku ijtihaaday laakiin nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay in ilaahay albaabadii jannada ee albaabadii samada oo dhan marka u furay oo dhikrigaasi uu fadli badan yahay sunnadana maxaynu ku naqaanaa sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay u qaybsantaa saddex qaybood qayb waxa la yiraahdaa sunna qawliya nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu yiraahdo waxa sameeya waa sunna qawliya iyo sunna ficiliye nabiga sallallahu alayhi wasallam ba waxan sameeyay saxaabadii ba kasoo wariyay waxa nabigu wuxuu sameen jiray sidan iyana waa sunne iyo sunna taqriiriye oo ah saxaabi ba agtiisa ku sameeyay dabada nabiga sallallahu alayhi wasallam ama uu amaanay ama waxba mu oran iska daa mar hadii agtiisa lagu sameeyay oo uu raali ka noqday macnaheedu waxa weeye waa sunna weey marka saxaabigan markuu sidaa yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam waa amaanay oo sunna taqriiriye ayaa halka ka soo baxday dhikriga sideedaad waxa weeye qofku inuu yiraahdo alxamdulillahi hamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fi alxamdulillah ilaahay baa iska mahad oo dhan leh alxamdulillah mahad oo dhan ilaahay baa iska leh hamdan mahadin kathiiran aad u fara badan tayyiban wanaagsan oo mubaarakan fiihi la barakeeyey oo markaa baraka la socoto istaftaxa bihi rajulun aakhar nin kale oo saxaabada ka mid ah ayaa dhikrigan isna salaadii ku furfurtay markii uu xidhay ayuu yidhi alxamdulilaahi xamdan kahiiran tayyiban mubaarakan fiih dabadeed qur-aankii buu bilaabay فقال صلى الله عليه وسلم دود النبي وحويري لقد رأيت وحان أركي اثني عشر ملكا لبئي طبا ملك أو يبتدرونها أيهم يرفعها أسوك لبرتمي أو أسوك لترتمي كيبا ذكر ينكر قاضيا وحدي أي ملائكة كر قاضان وسموينك قيان ووحوناكسن والكلم الطيب
وإله سبحانه وتعالى وحياه بكر وقاضه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وحاكر لو سار أردن ونقوي مركا إله سبحانه وتعالى إن مركا ملائكة الصدر أو ملائكة أي قاضيين كنا كلا ترتميين أيو تلمام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سقالة حوية اللهم لك الحمد قفكوا إنه إله ذو اللهم لك الحمد إله يو أذيق أيام هاتسن أنت نور السماوات والأرض أذيق أيا أه نور كأي إليسك سموين كأي للكبا ومن فيهن إيا وحك السقن إيا مخلوقات ولك الحمد إله يو أذيق أيام هاتسن أنت ملك السماء وأنت قيم السماوات والأرض أذيق أيام مامل سموين كأي للكبا ومن فيهن إيا وحك السقن ولك الحمد إله يو أذيق أيام هاتسن أنت ملك السماوات والأرض أذيق أيام بقر كأسموين كأي للكبا ومن فيهن إيا نولحك السقن ولك الحمد إله يو أذيق أيام هاتسن أنت الحق إله يو حق باتهاي أو الاجهرة أو إله أهباتهاي وحقوض إسكالي ووعدك الحق يبوها قنوا حق أو إلهي سبحانه وتعالى وحكو يبوهاي إن آخرة جرتو ددك مسلمين تأي مؤمنين تأي شقيست إلهي سبحانه وتعالى وشنة جين دونو كافرين تأي عدي مركا بين سنة ونار جين دونو ويبوه إلهي سبحانه وتعالى مركا واحد بلن قادد يوحد يبوه ديد با إلهي واحق وقولك حق هذا الكاغون إلهي واحق ولقاؤك حق إلهي ولكلن كاغا مالين تقيام مخلوقاتك لكل مدون تدنا واحق والجنة حق جنة ذاذ إلهي واحق والنار حق نارتنا واحق والساعة حق ساعة قيام إن أي بعدون تؤمن دونتنا إينا واحق والنبيون حق نبي ذا صدرتين إينا واحق إلهي ومحمد حق نبي ذا سكموشر النبي محمد ها صلى الله عليه وسلم قار با لو سو تلمامي إن قار لو تلمامينا فضلق إيوانا قودير يهي نبي ذا كلا أي كتس نيسا اللهم إلهي لك أسلمت أذيق أيان سكار ديبي وعليك توكلت إلهي دشاد أيان تلسارتي وبك آمنت إلهي أذيق أيان كرميي وإليك أنبت إلهي أذيق أيان كوسو نغضي أو كوتو بدكياني وبك خاصمت إلهي أود هذا أيان كدو ذي أو حق الدين تمركا أن كدفاع وإليك حاكمت إلهي أذيق أيان كو حكم إمي أو مركا وحيات كتليسيد وحيات حكم تدبان رالك وآي وحد إلهي وحكم تد رالي من كوها يدين تذنك حكم لغانا ياوي أنت ربي إلهي وأذيك أيها ربي أيها وإليك المصير إلهي ودنكا أيها صنق وشدو أيتها وآخر الله يسوكي من أيها فاغفر لي هدب إلهي وإلاف ما قدمت وحي دم بأهاي وآن هرمر سطي وما أخرت وحي دم بأهاي آن دب لكتي وآن دب كلئ من دونه وما أسررت وحي دم بأها إي آن قرصدي أو آدمها أنك قريي وما أعلنت ها إي وحي دم بأها يددك إلى أغايين إي آن مركا موجستي وما أنت أعلم به مني إي وحد إي أغال لبضان تحيب دم بأن وآنا دم بمودين أما دم بأن إي موقن أما مركي أن كل عيي آنا بكبرارقين لكن إلهي وأدوكتحين دم بيهي إيغان أقوم بذنتهي إلهي وإداف أنت المقدم إلهي وأذيق أيا وحرم مريا وأنت المؤخر أذيق أيانا وحدب لغا أنت إلهي إلهي وإلهي قباتهي لا إله إلا أنت إلى حق عابدا مجر أذيق موية ولا حول ولا قوة إلا بك حالد إيا أوودي ما جرتو إن إلهي سبحانه أذيق أد بحسم موية ها إن أد إلهي أذيق بحسم موية إد حالد إيا أوود له ما جرتو ذكر قادر أي قفك أخرنا يا وكان يقوله صلى الله عليه وسلم
في صلاة الليل صلاة دهبين كيلتو كذنا نبي قوحو عرن جري كل أنواع لأتيه نوعيا دعوين كأهي سوسو عدا لبس دح دعو أيو كسو قبقبين يا شيخ وحو عرن جري نبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل كمر كنتو كنيو ذكرك لأخريو دعاء الاستفتاح سدا أوتير بدنيا هاي وحي كنتو سنة يساقفكو إنو كو حد بدونو او دوران كرا او ذكرقا او اخرين كرا دمان تينا واما هادين اي امانت اي مركا دم بداف الهي لو يدي سنيو اللهم الهيو رب جبرائيل ربك جبريل جبرائيل يا جبريل واسكمد وانا ملقا وحيقا وميكائيل واسرافيل الهي سبحانه وتعالى سدح ملق وملائكتي سواوين ايا مركا دعادا اتكسو حلقب سنسا ورانسا ربك سدح ذا ملك ربك اوهو الهي سو ملائك تولد ربي وماها ها لكن سيقار ايا ذا قيبتا نوتي المانتي الهي سبحانه وتعالى اساق ايا ربي اوه رمان ملائك تولد فاطر السماوات الله عريي او ابو ري سموينك والارض يدلك ها سموينك الله بلابي وعيد اوغه الرئيسي او سما سمايسي آني چرين لولكنا سيدوك الله بلابي ويساق عبوري عالم الغيب الله اوغال بذن وحمقا اي غيبك والشهادة اي وحا چوغبا وحمقا اي وحا چوغبا الله اوغال كبذن انت الهي واذيق ايا تحكمك لساريا بين عبادك أدومها قادق أياك كلاساريا فيما كانوا فيه يختلفون وحي أي كمر من أدومه وحا أي كلا أركت الدوينيهين وطريقنا حقا أي كنا حقا أي إسكوها إستان إلهي وأدق أياك كلاساري دونا ومركا كلاساريا إهديني إلهي ويقهنوني لما اختلف فيه وحي الله اسكو خلافي وحديقة قهنوني سا من الحق حق وحقيقة قهنوني بإذنك إذنك إلهي ويقهنوني ها لبا الشيء هدي حق يا باطل أنك لقرن وايو إلهي وك حق أذيق ويقهنوني أذيق أي قلبي يقهي إنك إلهي وأذيق تهدي وحد هنوني سا من تشاء عدا دونت إلى صراط مستقيم ودا مركاتو سن آيات كهانونيسا دعا ذن إلهي سبحانه وتعالى آيات سدا وقبر يسا مقعيد يسا إيا مركا مخلوقات كي سواوين بقات كبر يسا إيا أودها أوليه ذكر كوبية تمناد وحوية كان يكبر عشرة نبي صلى الله عليه وسلم صلاة مركو حلو أيو تبنشر وحورنشر الله أكبر ويحمد عشرة تبنشر وحورنشر الحمد لله ويسبح عشرة تبنشرنا سبحان الله ويهلل عشرة تبنشرنا وحورنشري تهليشي لا إله إلا الله أيورنشري ويستغفر عشرة تبنشرنا أستغفر الله أيورنشري ويقول دبدنا وحورنشري اللهم إلهيو اغفر لي إلهيو إيدا بداف واهدني إلهيو إهنوني وارزقني إلهيو إقودي وعافني إلهيو إعافي مادي عشرا تبنشر بوتانا ورنشري ويقول سيدوك لو حورنشري اللهم إلهيو إني أعوذ بك وحان كام جنجليا من الضيق عريبا إلهيو كام جنجليا يوم الحساب مالين تحسابته وآخرة إلهيو مال عريد أهيقلين أيان أي إلهي ويدي سنة يا مركع عديد قاسو إلهي كما ينقل يا عشرا تانا تبنشر أي ورنشري ذكر قودا بأي شوك كسو كوابي وحوية الله أكبر ثلاثا قفكو إنو مركو صلاة حدو إلهدو الله أكبر سدح قار وإلهدو ذو الملكوت الله بقرتو يذا لما يسكترا أصاحبك والجبروت الله درقنت إيا أود إيا حوق أصاحبك والكبرياء الله إسلوين ذا إيا كبرك أصاحبك والعظمة الله سرينت أصاحبك الكبرياء وحيابها إلهي وتلمامها إساقردقي آدمها اللهم أقول إنو كبرو إسلوين هذا لكن إلهي إسلوين ونكوين يهدون ذا أردن كبرياء مركا إلهي سبحانه وتعالى يا إسكالوي
باب كان مركا أين سوق بجبينة دعاء الاستفتاح دور مسألة أي كتيرة مسألة كوبادو حوية دعاء دعوينك وقت جاب على آخرنا يا وحلا آخرنا يا قفك مركا الله أكبر إلى هذه الصلاة حلو إيه أنت عن القرآن كبلاب أنت أود حيسا أبو هريرة أي النبي صلى الله عليه وسلم حكوري وحويري رسولك صلى الله عليه وسلم مركا الصلاة حلو أيو أمس شري حوجا دبدا دمان بانو إما وحان كويري بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول أمس كان أد أمس يسيد أنت قرآنك إيو الله أكبر تقول حيسا محاتر هذا بان كويري دبدا النبي صلى الله عليه وسلم حويري أقول وحان هذا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ذكر قاسو الشاعر مركا النبي صلى الله عليه وسلم وقتها أيو أخرين شري ذكر قوي لابا حكم كمحون قونا يا دعاء إن الأخرية مواجبة ما السنة سيدا حديث كي ننكي صلاة سحمي نبي صلى الله عليه وسلم صلاة أصحي كم وقتا نبي حقو كيري مكي أفريي لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن وحاو كل صلاة قفك مرد ما يستر ما يسو إلا أمرك الله أكبر يلاهدو إلهي مهديو إلهي أمانو كدبنا القرآن أخريو هل كاوحا إنو غمو قنيسة نبي صلى الله عليه وسلم إنو فرينينكا إن أمرك ذكري إلهي مهديو إلهي أمانو إنت أرد حيث الله أكبر إيا قرآن كبلا بديسي ها لكن سيد الراجحة وحوق بذن وحوية إن آني واجب هين السنة هاي محالك قاضنا يا إني السنة هاي وإنك قاضنا إنا لبا أرموت بينو تلمامي كرنا أولا نبي صلى الله عليه وسلم حد دور إيطبا لبي إيطبا سيغو أمقاب وذكرك إي أذكار الاستفتاح لو أخري يعينو الشيقنا شيء واجب انتا سو نوع لو ما شيغينا وحا لو دن لها نوعاس سدا او اخري ايا لو كوبي لها ما دام اي كلا ددوانتahay او قف بو وحو دونا دوران كرو ان انا واجب اهين با هلكا اي كموقنايسا ثانيا وحا كلو كموقنايسا ان انا واجب اهين ابو هريره قران كا اي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مو براي ابو هريره اسغو توكدا او صلاه يقانا ايا نو ذكرغان لو فرفرو اقون النبي صلى الله عليه وسلم مركو أركي أيو ويدي مركو واحد كتوسين إيسا مركو النبي صلى الله عليه وسلم بري صلاة أبو هريرة وقمو دارين الكارتنا الأخرية الله أكبر إيه فاتح هذا كهر الكارتنا الأخرية وقمو دارين دبو مركو كفاء إيدي استي أبو هريرة تاسين أو حاي علماء ذو كقاتين إن أي تهي سنة نمدي إذا أي كتوسين إيسا مركو القراءة هدبا وحينو صلاة بينو حراني أذكارتي بينو أخريني دبادينا قرآن كي بينو بلا بينا أخرسكي ثم كان صلى الله عليه وسلم كدب انتا مركا وسميه أو ذكري قال غفر فرتو أخريو نبي قوحوها صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله مد إلهي كم مغنقلا إلهي مغنقلا تعالى سري فيقول وحورنشري أعوذ بالله إلهي بان كم مغنقليا من الشيطان شيطان الرجيم نحريست إلهي لغفوغيي من همزه وحان كما قنقل يا سوح انتيس يا سرير انتيس همزه وحال إله ذا قفكو مركا وحكود عان أما تشين أما والأوكالي أو سرير سيها يا مركا عان وحبكالي قرنين سوح انتيس يا سرير انتيس يا كما قنقل يا ونفخه أفوف تانكيس iyo kibir gelintiisa ayaan ilaahay kama gangalaya oo inuu sheeydaanku intuu ugu afufay ilaahay qof weyn baa tahay waxaanad sameysaa waxaanad mudan tahay waxaanan ahayn aan isla ismoodo wa nafsihi sihirkiisa ayaan kama gangalaya
النبي صلى الله عليه وسلم انتهى سورة انشري وكان أحيانا مرمر وحوها يزيد فيه متك كرديا فيقول وحور انشري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله إلهي بان كم مقنقلي إلهي بان مقنقلي السميع الله مقل كبدا العليم الله علمي كبدا من الشيطان شيطان أيان كم مقنقلي الرجيم ساسو أرنشري ثم يقرأ دبنا وحو أخرين شري بسم الله الرحمن الرحيم بسنك أيو أخرين شري بسم الله وحنكو بالله بي مقع إلهي الرحمن الله نحريست قود أهان مركانو لها أردن أن حريست الرحيم الله نحريست قار أهاند مؤمنين تأن حريست ولا يجهر بها كرن أمقاذي شري النبي صلى الله عليه وسلم هل كان وحنكو أركينا سيغوينك يقاببك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما الاستعاذة لا أخريه لبقى أبو شيخ الشاقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حديث كاس حديث سقنوي أما حديث كان كلاية المام يعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم علماء حيكت المامان إن روايات كيس كالدوان أي على البدن اضطراب إن أحاديث سكر على عيسى ومركا عن صحي صحيح قارن إن أي مركات المامية ها علماء ذونا إن بدنا كمدة سيدة أحمد يا الأعمشي حسن بن صالح ابن نافع ابن عامر كسائي وحأي دورتين استعاذة القرآن كقصة أرورتي أوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحويري فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صيغة قاب كاسة أي قرآن كوسو أرورتي قاب كأي راجحين إن لي داهدو تنك لئات الماميسا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لفتي ذا علماء غيب تدبك سوقاضنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لكن قاركم أها انتلاوة قرآن مركة لبلابة أي تلمام يسا قاركم أها مركة انتي وحدكو باللوضة يعوذ بالله من الشيطان الرجيم باتكو باللوضة أخر اسكاقي بسن كينا واتكو حيشيسي بسن كمركة كر لو مقاضي بسن كر لو مقاضي انت أينان بسن كر قاضي دي سجلين هرتا بسن كو ما آيات كمد أه سورة الفاتحة مسماها وحنو تلماني سورة الفاتحة إنا يتهي ركني يتير كمد تيرر كصلاة صلاة لأن تيدنا آني أنصحين وحنو سورة الماني حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة ومجرته قف كأن فاتحة أخر أي نصوت الماني haddaba hadii nidaahno sidaas bisinka hadeen nidaahno faatixada ayuu kamid yahay hadii laga tago difaatixadii meesha ma jireyso oo way kala maqan tahay bisinka marka mawduuciisu faatixada ma kamid ba mise kamid aha waxay ku xiran tahay si guud culimadu hadal badan bay ka leeyihiin laakiin hadeenu soo koobno waxa aynu oranayna cid kasta oo quraanka ku akhrisa qiraa'ooyinka بسنك كدرا آية من سورة الفاتحة كدغا ان افكاس وحلقا ربا بسنك اينو اخريو وحكم دا قراءة عاصم وشعبا اي حفصبا له وحكم دا حمزة وخلف اي خلاد له وحكم دا كسائي وحفص اي ابو الحارث له وحكم دا عبد الله بن كثير او بزي اي قنبل له ايو صحابة بدن او اخري دي انتا سبا وحا اي سميين آيات كمد اح اينا يتهي فاتحة دو بسنك بسنكو اينا آيات كمد فاتحة دي هاي اي اي سوغين انتا كلا وحا اي سوغيان ان فاتحة دا آيات كيدان دنبه اي مركا سيدا تدبكو يهين سبع آيات يهين و والاسكوا فقسين هي لكن مرنا آيات أقول دم بيسا لك على قيبنا يا مرنا آيات أقول دم بيسا أي صراط الذين أنعمت عليهم آيات بلغدي يا غير المغضوب عليهم آيات كله مرنا لما أنت دوا الاسكوا دريا بيسنكي أي اللغو ترين يا
وحنا لوغن غنكرا علماء قراءات كأي كتبتم وأوين ألفين إمام الشاطبي أو كلام كتاب في حرز الأماني ووجه التهاني إيو كتاب كان الدر المضيئة في القراءات الثلاث المرضية أو ابن الجزري أوليه القراءة آية آية قراءة أو تلاوة يقفك آية آية وآخرية وحن صومرني الله أكبر تبو حدي ذكري سميي دبذنا وحكم بالله باستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيجري سببته القرآن مركز آخرين يسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أتكب بالودي كدمنا تلاوة أيوب الله ثم يقرأ وقفكوح وآخرين يا الفاتحة سورة الفاتحة والحمد لله رب العالمين أيو أخرين يا ويقطعها وحون أتشرشر يا آية 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 بأخرين يا فاتحة وكلا دقدق يا وحورنا يا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف كدمنا ويستاق يا ثم يقول دبدن وحورنا يا الحمد لله رب العالمين ثم يقف كدمنا ويستاقيا ثم يقول حورنا يا الرحمن الرحيم ثم يقف ويستاقيا كدمنا حورنا يا مالك يوم الدين ساسو آيات آيات مركا أقوى ضيا آيات آيات ساس أي أقوى ضيا شيخ هلكم حكوت المامي بسن كيبو كب الله بي فاتحة مركو شيقي مركا شيخ وحكوت لنا يا بسن كو إن أوي هاي آية من الفاتحة أيو كثيرين يا استعادة أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا وسرية خاص بالله أخريا كرلو مقاضو مرنبا كرلو مقاضو النبي صلى الله عليه وسلم إيا صحابتي إيا تابعين تي من نبا كما يسقنان إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن كرلو قاضيو إذا قف أوتكنيو مرنا كما يسقن كما يسقنان خاص بالله أخريا بسنك كرم الله قادة مسا خص بالله أخريا بسنك علماء جمهورته وحقيقان إن أن مركا كر الله قادين شافعية ذا يذو حقيقان إن بسنك كر الله قاضو مسألة الجهر بالبسملة وحوي شافعية ذو حقيقان إن بسنك بسم الله الرحمن الرحيم كر الله أخريو لكن جماهير تكلاء علماء ذو وحقيقان إن هوصلوا أخريا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة ديسي تابعين تي دمان سلف الصالح كما يسقنان إن انتبذن أي مركا كر أخرين جرين بس إنك هوص ولا سريسين جري إن لغتكو ماشي كما جرتو إن لغتكو ماشي كما جرتو هدي آنا دو آرق دي إنان وآية دحين سيد راجي حانا وإن وآية دي بس إنكو وإن وآية دي أما للبركة علماء ذكرنا وحيد هذين بركة هام بالله أخرية وحوك على شراء سورة ها أيو كلا شراء سورة إيه سورة مركا لغر يبو سورة التوبة ويدو أنبسين لهين مركا لغر يبو وأيه مركا بسين كيبات ساوقو بالله بيسا ركنية الفاتحة وفضائلها سورة الفاتحة إن يتير كمد أهتيرك صلاة تهي إيه فضلك أي لأضحي وكان يعظم وحأوينين شري النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذه السورة سورة أرنتيدة أي النبي صلى الله عليه وسلم أدوينين شري فكان يقول وحورن شري لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا لا صلاة صلاة أمجرتو لمن لا يقرأ قفك أن كأخرين فيها صلاة دحديد قفك أن كأخرين بفاتحة الكتاب فاتحة قفك أن كأخرين فاتحة الكتاب وأما قعائل هذا هي فاتحة فصاعدا إيو وحك بذن قرآن كلي فاتحة مركو أخريو قرآن كلي نقدرو وفي لفظ لفظ كلن وحوها لا تجزئ صلاة مجدو صلاة أو يعني ما أنصح ذو صلاة لا يقرأ الرجل قف قرآن وآخرين فيها دحذيذة بفاتحة الكتاب فاتحة آن وآخرين لفظيا علماء الصحة سوي سكو قبطان وعلماء بدن وضعيفية أي أجر وتارة يقول مركل النبي صلى الله عليه وسلم حولها من صلى صلاة قفكة كذا صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب صلاة دانا أنكو أخرين فاتحة أنكو دح أخرين فهي خداج
salaadaasi waa dhicis dhiciska maxaa la yiraahdaa ilmaha aan ku dhalan sadkiisii oo dhamaystiran sagaal bilood ilmaha aan ku dhalan bini'aadamka dhicis baa la yiraahdaa toddoba bilood qofka ku dhasho oo kale dhicis baa la yiraahdaa waa wax kala dhiman yacni waa salaad kala dhiman salaada faatixa la-aan markaa uu qofku ku tukado hiya khidaajun hayru tamaam aan dhammaystirnayn weeye ويقول حكول أورنج للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إلهي وحاويري قسمت الصلاة صلاة وحانك لقيبي صلاة محال ولا شيء ذا فتح ذا ولا شيء ذا قيمها أي لا ضحي صلاة دي أورن وحلق شيء غيري فتحتها هيبة ها قسمت الصلاة صلاة وحانك لقيبي بيني يعني الفاتحة بيني وبين عبدي aniga iyo adoonkayga ayaa waxaan u kala qaybsanay nisfayni laba qaybood ha laba qaybood baan u kala qaybinay fa nisfuha li bad waxa iska leh aniga iska leh buu yiri ilaahay wa nisfuha li abdi barka kalena waxa leh adoonkayga wali abdi ma saal waliba waxaan ugu sii daray adoonkaygu wuxuu i weydiistana waan siinayaa dabadeedna nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay sida faatixada ilaahay uu ugu kala qaybiyey adoonkiisa iyo isaga uu ugu kala qaybiyey wa qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulku markaa wuxuu yidhi iqra'uu waxaad akhridaan yaquulu alcabd adoonku wuxuu odhanayaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahad لله إلهي بي أسقناتي رب العالمين ربك عالمين تأورنا ربك أواه يقول الله إلهي بك جواب يوحورنا يا أحمدني عبدي أدون كيجي باي مهدي وسبب تلول لي هي فاتح هذا كلا دق دق جواب بمشي كشرتة قرآن بعد آخر ذي آيات بعد آخر ذي إلهي بك جواب يا جل جلاله ها مركا الحمد لله رب العالمين إلهي محورنا يا حمدني عبدي أدون كيجي وإم هدي ها حمدني عبدي ويقول العبد مركسو أدونك حورنا يا الرحمن الرحيم الله أن حريستا قود نحريستا الله أن حريستا قارهان يد نحريستا يقول الله إلهي باو حورنا يا أثنى علي عبدي أدونك يو إأماني ويقول العبد أدونك باو حورنا يا ملك يوم الدين بقر كمال انت قيامه قراءتك غيبت دوح آخريان مالك يوم الدين لبض بواسح مالك يوم الدين إيه مالك يوم الدين لبض بواسح مالك والله هنتيا مال انت قيامه أو إساقو إسكاله مامولا مالك يوم الدين وبقر كمال انت قيامه يقول الله تعالى إلهي وحورنا يا مجدني عبدي أدونك يو إشرفي هل قام حينك غنمي سدح آياتوت الحمد لله رب العالمين أدونك يو إما هدي الرحمن الرحيم أدونك يو يا ماني مليك يوم الدين أدونك يو مركا وإشرفي انت مركا ليس ويدار سدو أيها ربي سبحانه وتعالى أدونك حورنا يا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إلهي وأذيك أيانك عابدين وإياك نستعين إلهي وأذيك أيانك كالم ويدي سنين قال دبنا إلهي وحورنا يا فهذه بيني وبين عبدي تاسي أنيك إيا أدون كيغا أي نوك لقيب سنتهي إياك نعبد إلهي بأسكاله إلهي وأنك عابدين أدون كرا إياك نستعين بليمي إلهي وأذيك أيانك كالمك ويدي سنين ودعو تخوري محاد قرطي إن هذا إلهي كلي عابد يسيد طلباتنا وحاد قرطي عداءات كالمة كدون يسيد إنه إلهي كلي يهي بات شاكت مركا هل كا وحاد كوكال غيب سمي قيبتي هوري قيبتي دنبي هل كا سدح آيادود إيا مركا بربا ميشاك صبحي سدح آيادود إيا برد ها اهدنا الصراط المستقيم ولعبدي ما سأل انت انت بمركا وادعو ولعبدي أدونك يقول حليه ما سأل وحيوي ويديستو يقول العبد أدونك حورنا يا اهدنا الصراط المستقيم إلهي ونقهنوني ودد توسا صراط الذين أنعمت عليهم ودد دتك آد أنم عيسي دتك اللون معي واكوي من النبيين
والصديقين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تتكوي النبي دي صديقين تي شهددي صالحين تي دتكاسي ودد اي مرين الهي ونغهنوني بين الهي ويديسنين غير المغضوب عليهم الهي وكنغهنونين او نغ ليخي ودد كوي اد او عروتي وا كوي وا يهود يهود وددود الهي وهن مرين ولا الضالين كوي اد بادييسنا وددود هن مرين الهي مالين كستا انتا سوچير بين وحين ويديسنا الهي ودد يهود ايو كريستان حنا مارين ودد النبيادنا نماري هدي انتا ادقو الهي له اد خلافتيد او ودد يقال در هعبيد كور سو نصيب در رماء مركا حالكن اشكال يربا كوچير او اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وامس آيادود والله با آيادود سوما سيحضرني لأن الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآيد إهدنا الصراط المستقيم وآيد والله بآيد إلهينا سبحانه وتعالى وحو تلمامي سورة دا إن لوك القيبي أدون كأيو يا ربك ها حضرني لأن مركا السداء دي وحين قلنا سيحضر الله بآيد إيا بدنا أدون كي نقاتي سدح آيد إيا بدنا إلهي سبحانه وتعالى نقاتي نصفين معه That's why أي علماء غيبت وديلاهذان صراط الذين أنعمت عليهم انت سنة وآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآية سيدا هدية أن نراهنا مركا وحكا صوب حيا تدبا دي آية سيدا تكا صوب حيا سيدا أي حلقا صوب حيا مركا انت ندنبي إلهي سبحانه وتعالى وأدون كبريا فاتحدي مركا وحي نقطي وذهذا الإلهي سبحانه وتعالى يأدون كيسا كرد حيا أي نقطي وكان يقول وحكاله النبي صلى الله عليه وسلم أورنشري ما أنزل الله إلهي مسودتشين في التوراة توراتك مسودتشين ولا في الإنجيل إيه إنجيل ولا بدي ديمود إيه نقوه الرئي ها توراتنا كريستان كان لو سودتشي إنجيلنا يهود إيه لو سودتشي مثل أم القرآن سيدة فاتحة أوكالي أم القرآن السبع المثاني القرآن العظيم الفاتحة انتبه ومقعيدي ذا أم القرآن هو يدي القرآن كفاتحة لا إله ذا فاتحة الكتاب يدا لا إله ذا السبع المثاني تضرب هذا صون نق نقطة وتضرب آيضاً وين صون نق نقطة صلاة كستة ركعت كستة وين آخرنا مركا وين صون نق نقطة والقرآن العظيمنا قرآن كوين الذي أوتيته إلى إسيء وحلولة كذا فاتحة ذا يلولة كذا علماء حيلا القرآن العظيم حلو يلي قرآنك وحاو كهدلو أوردن فاتحة آياك هذا ها مواضيع ذا قرآنك وكهدلو أوردن فاتحة آياك هذا ها وأمر صلى الله عليه وسلم وحاو فري النبي المسيء صلاته منك سلاته سحمي أن يقرأ بها إن فاتحة كأخريو في صلاته سلاديس وقال وحاو نيلي لمن لم يستطع حفظها قف كأن مركا فاتحة إنو حفظي أوذين قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكرك آخرين أدانا دوذين إنو حفظي دين مركا ذكرك أياكو بنان وقال للمسيء صلاة سيبك لو حكيدي فإذا كان معك قرآن فقرأ به هديات قرآن قرنيسد قرآن كأخري وإلا فحمد الله وكبره وهلله هدي كرن إلهي ما هدي والحمد لله ده وكبره إلهي ويني والله أكبر ده وهلله مركا لا إله إلا الله دهوي حالكم حينك قاضنا إنا مركا كاركينا قفك هدي أود إن فاتح ذا أخريو إن إيدا اللوغة باهية هدي آن قرآن قنت سالحان قفة صو إسلامي ما أرانينو أنت آت فاتحة برنيسيد سلادها تكن إسكسوك ما أرانينو محينو برينا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أنت سينو برينا الله أكبر ذكرك سينو برينا ذكرك سينو حقوق لي أبوسك فاتحة أنت أكبرنيو أنت ها أكبرنيو كليا أيو كسي وضيا باب كان مركا وحاكو تشيرا فاتحة هرتين ركني يتير كم إذا تحي سلادة الآن تيدنا صلاة أنا أنصحين فاتحة كلي جد ها
هل مر إن لا أخريه أو رجعت كست يده أن لقوا أخريه وحكي لنا أن لا أخرين ما كفي لانتهي سالهن رجعت هران فاتحة أخريه أنت كلام يجيك في لانتهي سيد الراجح هذه أدلت كني سيد إمام هذه أدي إمام لا تكني سيد وأد فاتحة أخريه وحكي لنا لقاهم بحنا إن أخريه إن أخريه لقاهم بحنا وأنت المام يدونا تلاوة إن قفك مأمونك إمامك اللي تكن أيه من لو بهين وحخرية مسين ودقي استكري لو بهين هاي حاجة ده منو كتل ما منا وحين قالوا صار شغني قفك عن آخرين كرين إنه ذكري جن بوس كجيلين دون أو ذكري جا وآخرين أيه أيه إنه ينتل ما منا وأيه حدبا نسخ القراءة وراء الإمام إمامك قفك كدم بي مأموم كاهي إن أو قرآن كدب أخريو إن لنسخي أو لقد دايي أو قفك إمام كقرآن كيس أو قرآن أيهي أيوبا كان كساب سيهي وكان وحو أهار نبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز مدو بنيي للمؤتمين تدك مركا إمامك إمامك كدب تكنيا أن يقرأوا بها إن فاتحة أخريان وراء الإمام إمامك أي كدب أخريان في الصلاة الجهرية صلاة الجهرية صلاة إمامك قرآنك قرؤ قاضيو إينا إن يكدب أخريان وقرآن أخريان حيث كان في صلاة الفجر نبي صلى الله عليه وسلم يساقه صلاة فجر صلاة صبح كتيرا فقرأ وأخري مركا فثقلت عليه القراءة وحكوأت كاضي أخرسكي صحابته يكدب أخرينيين كربين أقاذيين وهو سميدقين ما دام أي كر أقاذيين نبي صلى الله عليه وسلم قراءة ومركا كوأت كاضي فلما فرغ مركي وصلادي كبحي قال وحكيري لعلكم تقرؤون خلف إمامكم وحلق يابا إن إمامك نكدب أخر نيسان وقرآنك أد أخر نيسان حديث كعبادة أي ورني قلنا وحا أن نروي له السحابة نعم هذا هذا يا رسول الله سد الدبس أهو دقدق أه بان رسولك إلهي وأخر نيني يعني قرآن دقدق أنو ددجنينو أي أنو أخر نيني قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيد لا تفعلوا حسمينينا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب إن قف إذن كمدي وفاتح هذا أن أخريا مويئه قرآن كالو حبها يسكن لبنا فإنه لا صلاة وأي صلاة أمتشرت لمن لم يقرأ بها قف كآن فاتح هذا أخر صلاة أمتشرت حديث كان وحوت السنية نبي صلى الله عليه وسلم صحابة يسقوا مركا إمام وأه إن القرآن كدب أخرينيين قرآن كان هو مغلي كريه دابا لأن القرآن كي يسقوا أخرينيين ومركا تشوش كجلي دابا نو حكوا لما وحبات أخرين يسين حاب إلى هن قرآن دق دقه بأنه أخرين يني دابا النبي صلى الله عليه وسلم حكوا لي وحبات أخرين إن الفاتحة هذا أخر ذا موي هل كان حو أقول هذاي فاتحة ذين أخريان أيه مركا النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذاي ثم نهاهم عن القراءة كدب وهدنا وحيد وحوها أخرين أخرس كيس كداية في الجهرية صلاة مركا إمامك كر وقاضيو فقال وذلك أرنت سنوحى يهيد حين من صرف من صلاة جهر من صلاة جهر فيها بالقراءة وحى يهيد وقت النبي صلى الله عليه وسلم كبحي صلاة ومركع قراءة ذكر أقاذي في رواية كان وحيت المامسة أنها صلاة الصبح إن صلاة الصبح هاي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وإيت كذين أي صحابة كويل وحبها آخرينينا فقال وحو يلي النبي صلى الله عليه وسلم هل قرأ معي ما إلى أخري منكم أحد آنفا قف إذن كم ذي مر ويد قرآن كم يو إلى أخريني فقال رجل نبا وحي نعم ها أنا يا رسول الله حديث كان أبو هريرة وريني أنا يا رسول الله أنا قاعد يا رسولك إلهي كل أخري يبوي لي فقال ولب وحي لي النبي صلى الله عليه وسلم وحي لي إني أقول أن وحا لها ما لي أنازع ومحي محال إيجتشي ذنية يعني تلاو قفك أخرنا إياه إمامك قرآنك أخرنا إياه هدي قفك كدن بأي وإسنكر أخرنا إياه إمامك قرآنك محال إيجتشي ذنية بان إسلها بويدي قال أبو هريرة أبو هريرة أمرك وحويدي فانتهى الناس دا
dadkiiba markaa waxay iska daayeen can ilqiraa'ati maca rasuulillah rasuulka ilaahay inay la akhriyaan intan yar ee hadalka ah oo uu sheekhu u muujiyey in xadiidka uu ka mid yahay culimada culimaalxadiid waxay leeyihiin waa mudraja weeye waa hadal abuu hureyra leeyahay oo ku dhex jira ama waa hadal imaam azuhri markaa laga soo uu ku daray weeye saxaabadu markaa nebigu sal slam wuxuu u tilmaamay in salaada ay tukanayeen maxaa la igu qabsanayaa qur-aanka baan lahaa buu yidhi waxay ka fahmeen inuu diidan yahay markaa qur-aanka kor loo akhrinayo ee laga daba akhrinayo haa fantaha annaasu can ilqiraa'a dadkii markaa la akhrintii way iska daayeen maca rasuulillaahi rasuulka ilaahay ay la akhrinayeen salawaatu rabbi wasalaamu calayhi fiimaa jahara fiihi rasuulullah wixii uu rasuulku kor u akhriyo bilqiraa'ati qiraa'ada xiina samicuu dalika markay ka maqleen arrintaa min rasuulillaahi rasuulka ilaahay wa qara'uu fii anfusihim siraa waxayna hoos u akhrin jireen fiimaa laa yajharu fiihi limaam qur-aanka wixii aanu la jahrin xadiidkan wuxuu tusinayaa nabigu sal slam salaadaha jahriga ah maqrib ciisha iyo fajar iyo salaada duhur ee jumcada salaadahaas saxaabadu inaanay waxba la akhrinayn oo aamusayeen salaadaha uu markaa hoos u akhrinayo ee duhurka iyo casarka iyana in ay markaa qur-aankooda akhrisanayeen oo qofka imaamkuna qur-aanka akhrinayay saxaabaduna ay qur-aanka akhrinayeen wa jacala alinsaata wuxuu markaa ka dhigay aamusidda liqiraa'ati alimaam imaamka akhriskiisa loo aamuso min tamaami alitimaami bih in ay tahay dhammaystiranka ku dayashada imaamka lagu dayanayo faqaala wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam innamaa jucila alimaam imaamka waxaa loo yeelay liyu'tama bihi in lagu daydo faidaa kabbara haddii uu allaahu akbar yidhaahdo fakabbiruu allaahu akbar la dhaha wa idaa qara'a ama ka daba dhaha fakabbiruu ay ka daba dhaha allahu akbar inku yidhaahdo wa idaa qara'a haddii uu qur-aan akhriyana fa ansituu dhegaysta ha dhegaysta ayuu yidhi kamaa jacala alistimaaca lahu wuxuu sidoo kale nabigu sal slam ka dhigay in imaamka la dhegaysto oo qur-aankiisa la dhegaysto muqniyan mid kaga filan qofka can ilqiraa'ati akhriska waraa'ahu uu ka daba akhrinayo waxaanu yidhi man kaana lahu imaamun qofka imaam iskale oo markaa imaam uu u joogo oo imaam ku daba tukanaya fa qiraa'atu limaami imaamka akhriskiisa lahu qiraa'ah iyada akhris u ah hada fi ljahriya taasi waa salaadaha markaa kor loo akhrinayo halkan waxaynu ka qaadanaynaa oo aynu tilmaamaynaa nabigu sala allahu calayhi wasalam markii hore saxaabadu qur-aanka ay ka daba akhrinayaan isaga oo salaad jahriya ah oo kor u qaadaya salaada ay ka daba akhrinayaan inuu dhibsaday dabadeedna uu u ogolaaday faatixada inay akhriyaan oo ay inta kale iska daayaan xadiidkan dambena wuxuu tilmaamayaa in uu dhibsaday akhriskaa dambe laakiin saxaabadu ay ka fahmeen inay akhrisba la iska daynayo markaa akhris aan loo baahnayn mawduucan markaa sida raajixa waxa weeye fataawo ay soo saareen allajna daa'ima culimmada ay soo saareen oo masalada ah in la qaato horta cumuumka aayadda laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab in faatixada mar kasta loo baahan yahay ama imaam la tuko ama keligaa tuko faatixada in loo baahan yahay inaad akhridid waxay kaloo qaateen in imaamku marka uu qur-aan akhrinayo oo salaad jahriyaa tukanayo in kor qur-aanka looga daba qaado oo kor loo akhriyo iyana inaanay bannaanayn haa inaanay bannaanayn oo ay tahay imaamka in la dhegaysto haddaba maxaad samayn kartaa faatixadii goormaad akhrin kartaa sida wanaagsan waxa weeye imaamyadana in lagu baraarujiyo ay tahay marka uu faatixada dhammeeyo inuu imaamku waqhti yaroo uu aamusan yahay uu siiyo aamiin marka la yidhaahdo waqhti yar uu aamusan yahay dadka siiyo dadkuna ay faatixada waqhtigaa ku akhriyaan sababtoo ah ilaahay subxaanahu watacaala baa waxa uu yidhi wa idaa quri'a alqur'aanu haa haddii qur-aanka la akhriyo fastamicuu lahu dhegaysta wa ansituu aamusa lacallakum turxamuun in laydin naxariisto ayaad mudan tihiin aayaddan waxaa laga qaadanayaa iyadoo qur-aan la akhrinayo inaadna hadashid ma aha
إن هذا شيء إنك القرآن على آخرنا يزيد مركزير لجيسي إمامك أوي ما دو إمامك أنت شوش لوجو فرين سيرو فضود فات هذا مركز إن هذا آخر يزيد إنت عيار آمس كده حقه إن هذا قارس يزيد أي مركز أي كقاعدة نيان يعني إنت عصي كقاعدة نيان وي قف كيس يقول هذا فاتح وحيك قفل عن قراءة إمامك أيك قفل عنه ينوى قول علماء أي قبان أو عن دبل هين لكن حكوه ناكسن إن فاتح هذا مرة بآنت كتجين أي كوه ناكسن إن شاء الله وحين كسو قبيننا موضوع عودا بيا وجوب القراءة في السرية صلاته جهرية ها يكر لو قاذي وينسوش يقنوح أن يقفك فاتح هذا إمامك عدو كذب آخرين كرو واسدو قوة ناكسن ها لكن إنو كرنا قاذا ماها إنو قرآن كلا آخرين اللوغة مباهنا حدبا صلاته سرت أها ما إسكا آمسيا ما دام أن إمام ليهي ما يأوى واجب إنه قرآن كي يتلاوة يغفك لي ما دو صلاته سرتاه وأما في السرية صلاتها سرتاه فقد أقرهم نبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا على القراءة فيها إنه قرآن أخرية ها إقرار وقال هذا صحابة إنه مركا قرآن كي أخريان أي مركا أقري فقال جابر وحويلي كنا نقرأ في الظهر والعصر وحانو أهنكو وأخري قرآن كظهر عصر خلف الإمام إمام كأنه كدب تكنين في الركعتين الأوليين لبدر ركعتود إيهور بفاتحة الكتاب وسورة وحانو أخرين شرن فاتحة إيه سورة وفي الأخريين لبدر ركعتود إيه دنبنا بفاتحة الكتاب فاتحة كلي أيان وأخرين شرن محوش يا حديث كان علماء غيبتود موقوف بيكوت المامان قيبتودنا مرفوع بيكوت المامان حديث كان وحوت الماما يا إن وقت النبي صلى الله عليه وسلم سحابته ظهرك يا عصرك أي لبدرك عدود خورينا فاتحة هي سورتك لأخرين شرين لبدرك عدود الدنبنا أي فاتحة كلي أخرين شرين مركا النبي صلى الله عليه وسلم آنو مركا أديدين وإنما أنكر لكن أنكري أوديدي التشويش عليه بها إن صلاة لغا خلخلق لي أو تشويش الغفره أو كرلو أخريو أي النبي صلى الله عليه وسلم ديدي وذلك حين صلى الظهر نبي صلى الله عليه وسلم مركي أوتوشيي ظهر بأصحابه أصحابتي سأيوتوشيي فقال وحويلي أيكم قرأ يا أخريي سبح اسم ربك الأعلى سورة يا أخريي فقال رجل نبا مركا وحي لصحابتي كم يذو لتو كان يي أنا أي آخر يي ولم أرد بها إلا الخير خير موية وحكا لمن دوني أنا سورة آخر يي أو خير موية وحكا لمن دوني بي فقال وحي لنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت وحان أغاذي أما قرتي أن رجلا خالجنيها إن إغتشيتي أو مركا القرآن كي إغو هيستي وفي حديث آخر حديث كان وحوت المامية كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحي هاي صحابة كوا مركا قرآن كآخرية يقول النبي كدبت كنية فقال وحوي خالطتم علي القرآن قرآن كباد يخالط دين ومركا سدح قليسين وقال وحوكي سدوك الحديث كلا إن المصلي قفك تكنية يناجي ربه إلهي بولفقيا ربك بولفقيا فلينظر قفك هايغو بما يناجي ربه وحاو إلهي سا أما ربك مركا أوكولفقيا هايغو يعني هوسه أخريوي ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ولا يجهر يانو كرقو قاذين بعضكم بركين على بعض بركك بالقرآن قرآنك وقرآنك كره وذا قاذنا وكان يقول حكلو رنشري من قرأ حرفا من كتاب الله قفك أخريها الحرف وكتابك إلهي فله به حسنة هل أشربك ليه والحسنة هل كي أشرنا بعشر أمثالها طبن لم يتأهي ورقما هل حرف أو قرآنك كم يتأه وألف كحروف تيسي هل حرف أو كم إذا مركا آد آخر ذين وحال توبان أجر توبان كان وحال قسي لفنيا مركا هل كأجر وحال قسي لفنيا توبان
لا أقول وحي النبي صلى الله عليه وسلم ما أرنايو ألف لام ميم حرف أنت سوى حرف ما أرنايو ولكن الألف حرف ألف كوا حرف واللام حرف لام كنوا حرف والميم حرف ميم كنوا حرف حديث كان دنبئة تلماما يا قرآن كأخر سكيسة يا فضل قولي هي إيه موضوع الشيخ تلمامي إيه وجوب القراءة في السرية وحد مودعين يعني على قبضا إيه الله هين بد مودع سببت أبوك يعني ما قرانا يو إلا إن تلمامي يون أخرسك قرآنك إنه فضل لي هاي وسيقود تلمامي يو هل كم حنكو قادنا إنه كسالة دي هوس قرآنك اللوردي جيي وحلو بحني يقفك إنه قرآنك أخريو لو منا بحنا إنه كرو قادو إنه إمام كدرين سيو الله مباهنا صلاة هاس قرآن كلا أخرين يخصب معها إنه قل هو اللئيو والعصر إيو إنه أعطي النقض نبي صلى الله عليه وسلم حاكسوغا صلاة الظهر إيا عصر إساقو تكنية إنه سورة الطور أكل أخريي والطور أدميسترا إنه أخريي صلاة غيبتو تكديريي مركوا الله ديرين كلا قرآن لكن هوس بالله ديجا إمام إمام مومين با هوس بالله ديجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسبوع أساس على إن شاء الله هو عيد يا خير مركا إن شاء الله هو إنه فسح بينو قلينا أسبوع كذا بيا أي إنه كسي ودي دونا هدي الله يدمو درس جنن كتابك إيو آمين تأيو مركا إن كرلو قادو يعلم ذو حكي قبان وحسو على أو درسي أنا كو سابسا فضل شيخ شيخ عاشك مكا إمام قرآن أخرين ما مؤمنين إن أمسان قرآن الإنسان صح حتى نقول رأخين كون أبيش ما تتعجون قرآن الأخرين إمام كا وحا النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثتي كالدوانيد أي أوديدي وحا أحايد إن تلاوة إيه أخرس كإمامك أي خلخل جلسو إمامك قرآن كيسي قفكو هدو أخرين كارو خوصنا أوديكي كارو دب مالها هدو أخرين كارو خوصنا أوديكي كارو دب مالها لكن وحاكسي وناكسن ما دام التلاوة سعوته إلهي سبحانه وتعالى قرآن كو حكيلي وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له هدي قرآن الأخريو دقيست وأنصتوا آمسا سيدا فضلك بذن وحوي انت تفاتح هذا إصدافي سيد إن هذا مكا انت تدن بقرآنك كنت تدبرتيد دقي ستيد سيدا فضلك بذن واسدا وهذا خرين كرتالك مديدنا لكن سيدا فضلك بذن وفاتح هذا نحقلي انت أؤامسي هاي أو آمين تأيو نحيسا إيا انتو تلاوذة بالعضايو كدبنا انت تدن بدقي سو سيدا صاحب فضلك بذن لكن هذا خرين كرتالك وحكودي دي مجران ما دام أنا كرقو غاذين أو إمامك صلاة ديسي أنا تشويش كو سمينين وحد باتا عمالها وات سمين كرتا لكن سيدا كلاك فضلي بدن أي سؤال فضل شيخ ها سؤال شيخ مرك خارف الإمام مركو أخري هذا أنا سورة كرو بلعبة صح فاتحة لي مركان أخري سلينا أخري مركز منا كان مصلي فاتحة إن سدا أين صوت المان فاتحة ولو هي إن صلاة لو أخريه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي علماء كسوقاتهن حدي إمامك أنو كان سقف كسين ومركبة تلاوة باللابو قف كدو سدك دقو فضد وعربك وفضين كرو وأخرين كرو سيدا أوفي عن واسداس هدو آمسنا ينا دبملا هدو آمسو علما قبتا قفك إمامك أهي أخرس كيسو وحو أخرس أيهي قفك كدبتو كنية علما قبتا مركا قول معها قفك لقدي ذي وليهي محادو حانو سمين ويدي لكن وحيابها عبادة ده هدي الشيء عبادة ده كمي ده علما ده قيبت إيه لهذان وإن الله سمي غيبنا إيه لهذان ولا إسكد دين كرا ولقى وحلو بتا لنعب كوالي ولا سمين كرا واي سمينتي خير ايو اجر ايو ان ادوناك قادد مويه ده كو خساري ميس مركا هدي لا اله هو الله اخرين كرا ايو ولا قتغي كرا ادي اخرنتا كو فيعن اخرنتا يا كو فيعن ساسان صلاه ادن كو غنبد غليسا او دي حديث كي تلماميي قفكا صلاه دي وما جرتو هدان فاتحه الله ايمان اياد مركا طبقيسا كو دقميسا مركا waxaa wanaagsan in aan imada laftooda in lagu baraarujiyo xogaa dadka in waqti yar oo ay faatixada ku akhriyaan la siiyo oo loo yaraamuso dabadeed marka qofku faatixada si yar oo carab fudud ah
أمرك أو آخرية سيدة سوى ناكسن